أذكر شيء يفعله رجل الغطس تحت الماء. كيفك أنت؟ هو مو طيب مو بالله؟ لا ما لا هذا ضوء معلوك هذا. عيد السؤال أستاذ. شنو هاي؟ أما عيد أذكر شيء يفعله رجل الغطس تحت الماء شو يسوي؟ إنقاذ الغريق. إنقاذ الغريق. إنقاذ الغريق. إنقاذ الغريق. نعم. بحث عن إنسان مفقود. طبعاً مفقود يعني أنت يا ولدي مفقود. المفقود مفقود هو يعني غريق تحت الماء واللي هحاول أن يطلعه وهو أعلى احتمال. إذن ست أزهار تفضل إلى مكانك وتفضل أصدق. أهلاً وسهلاً. ونرجع إلى ست لمياء. وأنت شو تقولين؟ رجل الغطس شو يسوي تحت الماء؟ ممكن اللي يشتغلون بشغلات علم البحار يغطسون لجل ما يستكشف داخل ما بالبحر يعني استكشاف استكشاف الاكتشاف استكشاف عالم البحار. نعم موجود موجود. وست آية شو تقولين؟ البحث عن شيء مفقود ممكن يغطسون حتى يدورون على شيء مفقود. شنو المفقود؟ ممكن عن أشياء ثمينة مفقودة. البحث. ما أعرف. البحث عن أشياء مفقودة. البحث عن سفن مثلاً قديمة. مثلاً. خلينا نشوف. ما أعرف خلينا نشوف. سفن. البحث عن سفن أو عن بحث عن باخرة مفقودة أو غريقة. سفينة غارقة. تايتانيك مثلاً. مثلاً. وأحمد أنت شو تقول؟ أقول مثلاً تصوير الوثائقي، تصوير إنه على عالم الأسماك أو البحار. خلينا نشوف. التصوير تحت الماء. تحت الماء. نعم. أفلام وثائقية، أفلام مهمة. وصادق شي يقول؟ عيد السؤال شوي. عجيب. أذكر شيء يفعله رجل الغطس يعني الغطاس تحت الماء. بالجيش عسكر يعني. شغلات عسكرية. إيه. إذن خطأ. نعم. أول. وست لمياء. نعم. اذكري شيء يفعله رجل الغطس الغطاس. نعم. تحت الماء شو يسوي؟ ممكن إنقاذ حيوان يعني. لا ممكن البحث عن شيء. أكس. آسف. هذه خطأين، واحد بسبب إجابة خاطئة، واحد بسبب الوقت. لا ما يصير ما يصير ما يصير. السؤال واضح وأنت تقول لي عيد. كل شهادة عيدة. صحيح. الغطاس يدخل تحت البحر شو يسوي؟ قلنا واحد اثنين ثلاثة أربعة.